غاضبا بدا النائب العماد ميشيل عون بعد التحركات الشعبية بقسوة وجه سهامه على مؤسسة الجيش التي اعتدت على شبابه كما قال. هيدي بداية وفي لها كمالة. اليوم نزلوا الشباب باندفاعهم والتحق فيهم شباب وشفتوا كيف كان تعرض لهم من قبل القوات المسلحة. بدي أقول للشعب الخامسة باليرزي انه لشو البيانات لتبرروا انكم اعتديتوا على الناس، انه قطعنا الحاجز ووقع سبع جرحى من العسكريين. ما حدا ضرب العسكر، العسكر ضربوا ايه؟ الوثيقة اللي بتطلع من اليرزي نسيتوا شو علمتكم اياها كيف تطلع، بل تكون وثيقة تاريخية ما فيها ولا غلطة. هيدا الجيش اللي ربيناكم عليه يمكن نسيتوا. الحلفاء لم يشاركوه التظاهر وعون رد عليهم على طريقته. بتقلي حلفائي ما حلفائي هم حرين بمواقفهم، نحن ما بنجبر حدا، عم نعمله على القطع. اذا اليوم بحبوا يمشوا معنا اهلا وسهلا، ما بحبوا يمشوا معنا نحن ماشيين. عون الذي سبق واكد ان اي بند غير التعيينات لن يمر في مجلس الوزراء اعترف باقرار بند صحي. وزراء وقالوا انه قرار بيطلع عم اقول لك بدون موافقتنا وخلص. بس اليوم صار في قرار، اليوم مجلس الوزراء اقر بند. ايه على اي اساس؟ بند وزارة الصحة حتى يشفي المرضى بموافقة وزراء التيار. ولكل من يطالبه بالنزول إلى البرلمان لانتخاب رئيس تحذير من عون. انتبهوا، ما رح وفر حدا بأي موقع كان بعد بيقول لي نزال على المجلس وانتخب رئيس. بدي اسمع صوته بالأول وقت خرقوا كل الدستور، ما ضلوا لمادة. ما بيستحوا على كبرهم اذا معتبرين حالهم انه عندهم منبر بيحكوا منه. كل واحد يجي يعلمني الدستور. شبعنا من اللي قالوا لنا انزلوا على مجلس النواب وانتخبوا الرئيس. ما سمعت صوته لواحد انه هيدي هذا المجلس منه شرعي ونحن ما وافقنا عليه. وافقت عليه بشرط انه اذا بتصير انتخابات رئاسيه تنعمل بتسويه فقط. لا رئيس قبل انتخابات نيابية ولا انتخابات نيابية قبل قانون انتخاب جديد، ختم عون بكل إصرار.